اشتدت المعركة بين جناحي تنظيم الإخوان المسلمين المتصارعين على المناصب وأموال الجماعة، إذا أصدرت جبهة اسطنبول بقيادة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين بيانا أعلنت فيه رسميا عزل إبراهيم منير قائد جبهة لندن. البيان تضمن كذلك تشكيل لجنة للقيام بمهام القائم بعمل المرشد بقيادة نائب رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا الطبيب مصطفى طلبة الملاحق من قبل الجهات الأمنية المصرية بتهمة الإرهاب. جماعة الإخوان بإعلانها هذا بحسب مراقبين دخلت مرحلة التدمير الذاتي جراء الحرب المشتعلة والدائرة في قمة رأس هرم الإخوان بين معسكري تركيا وبريطانيا. فاختيار طلبة للقيام بمهام المرشد بحسب المراقبين سيؤدي إلى انشطار الجماعة بصورة شبه رسمية إلى شطرين، أحدهما يمثل إخوان مصر ويشرف عليه محمود حسين من اسطنبول، والآخر يمثل التنظيم الدولي للجماعة تحت قيادة إبراهيم منير والذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لعمله. ويقول الخبير والمحلل السياسي الدكتور هاني السرحان إن التطورات الأخيرة تكشف عمق الأزمة التي يعيشها تنظيم الإخوان المسلمين، خاصة أن حدة الصراع بين جبهتي حسين ومنير أثبتت أن المسألة تتجاوز تقسيم الأدوار المتعارف عليه داخل الجماعة. من زاوية أخرى يرى الخبير والباحث في شؤون الحركات الإسلامية عماد مديفر أن ما يحدث داخل الإخوان هو حالة بعيدة عن كل الصراعات التي عاشتها الجماعة على مر تاريخها، مضيفا لكيو بوست أن التطورات الأخيرة يمكن التعامل معها على أنها تمثل البداية لتفكك التنظيم وانهياره فوق رؤوس الجماعة وقادتها. الكاتب والباحث في الإسلام السياسي الدكتور صدام الحجاحجة يقول إن عناصر تنظيم الإخوان باتت مشلولة التفكير وتقع تحت تأثير المراوحة بين الانحياز إلى جبهة حسين ونظيرتها جبهة منير.